بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله المحاضرة التاسعة، وطبعا علشان نبدأ المحاضرة التاسعة وتتفهم كويس لازم نكون راجعنا المحاضرة الثامنة اللي فيها بداية الروتيشنال موشن مراجعة كويسة علشان نفهم كل حاجة في ليكتشر 9 بإذن الله. أول حاجة هفكرك بيها، كنت قلت قبل كده ان انا عندي نوعين من اللينير اكسلريشن، اللي هي التانجنشال اكسلريشن اللي هي في اتجاه التانجنت، والسنتريبيتال اكسلريشن اللي هي في اتجاه الراديوس، علشان كده ساعات بسميها راديال اكسلريشن. التانجنشال اكسلريشن اللي هي الناتجة عن تغير الفيلوسيتي از ماجنيتيود، كقيمة ناتجة عن تغير مقدار الفيلوسيتي، بينما السنتريبيتال اكسلريشن دي اللي ناتجة عن تغير السرعة كاتجاه. علشان كده زي ما قلت في المحاضرة اللي فاتت، اي جسم في حالة دوران يعني السرعة بتغير اتجاهها يبقى لازم ليها سنتريبيتال اكسلريشن. اي بارتيكل بيعمل روتيشن، اي بوينت بتعمل روتيشن طالما بتغير اتجاه الفيلوسيتي بتاعها، اتجاه السرعة بيتغير، يبقى ليها سنتريبيتال اكسلريشن حتى لو كانت بتلف بسرعة مقدارها ثابت. لكن مقدارها ثابت ده معناه ان التانجنشال اكسلريشن هي اللي بزيرو، لكن طالما في حالة دوران تغير اتجاه السرعة ده بيؤدي الى السنتريبيتال اكسلريشن. المهم السنتريبيتال اكسلريشن اثبتنا قبل كده انها اوميجا سكويرد في ار، وعلى فكره بقى السنتريبيتال اكسلريشن لو ضربتها في الماس، اوميجا سكويرد ار اللي هي السنتريبيتال اكسلريشن لو ضربتها في الماس تدي سنتريبيتال فورس اللي هي قوه الجذب المركزي. وما تنساش ان السنتريبيتال اكسلريشن كانت في الاساس بتساوي v سكويرد على r، بس انا بعد ما فكيت ال v طلعت اوميجا سكويرد في r، فالسنتريبيتال فورس هي m اوميجا سكويرد في r او m في v سكويرد على r. تمام، لما يطلب السنتريبيتال فورس كأنه طالب السنتريبيتال اكسلريشن بس بعد كده تضربها في الايه؟ في الماس. تمام؟ طيب خلينا ناخد بروبلم كبداية كده في الليكتشر علشان نسترجع بيها اللي قلناه قبل كده. بيقول لك ان الانجلر بوزيشن لريفرنس لاين موجود على سبيننج ويل، يعني عجلة بتلف، العجلة اللي بتلف دي عليها أو مرسوم عليها line. الأنجلر بوزيشن لهذا اللاين theta بتساوي t to power 3 plus 27 t plus 4. دي الإكويشن اللي بتدي الثيتا as a function في الايه؟ في التايم. تقدر تقول إن الثيتا دي اللي هي الأنجل اللي بيعملها بوينت على الهويل. تمام؟ طب أسألك قبل ما نبدأ البروبلم، إذا كان الثيتا هي الأنجل اللي بتلفها بوينت على الويل دي اللي هي الايه؟ العجلة دي، أي بوينت؟ هل بوينت قريبة من السنتر ولا بوينت قريبة من الإيدج من الطرف؟ الإجابة المفروض تكون أي بوينت ليها نفس الثيتا، وده اللي قلناه في المحاضرة اللي فاتت. أي بوينت على جسم بيلف، أي بوينت بيبقى لها نفس الثيتا، نفس الأوميجا، كمان نفس الألفا. أوميجا وألفا وثيتا ثابتين لكل البوينتس اللي على جسم في حالة إيه؟ دوران. فالرول ده بيديلك الأنجل اللي بيلفها بوينت موجودة على عجلة.
والعجلة دي في حالة ايه؟ دوران. بيقول لك الثيتا بالريديان والتي بالسكن اللي هو الزمن. اول حاجة عايزها الانيشيال اكسلريشن، سهلة جدا جدا، الانيشيال انجلر اكسلريشن، يعني عايز الفا الانيشيال يعني عند تايم بزيرو. انا لو خدت الايكويشن دي عملت لها ديريفاتيف بالنسبة للتايم تطلع لي اوميجا، اعمل لها ديريفاتيف بالنسبة للتايم مرة تانية تطلع لي الالفا، تطلع الالفا بتساوي 6 تي. لو عوضت عن التايم بزيرو عشان هو عايز الانيشيال انجلر اكسلريشن تطلع الالفا انيشيال بتساوي 0. سهلة قوي. المطلوب التاني عايز الانجلر فيلوسيتي بعد 5 ثواني. طبعا انا الرول اللي انا طلعته بالديريفاتيف ده طلع لي الانجلر فيلوسيتي كفانكشن في التايم تعتمد على الزمن، هو عايز الاوميجا بعد مرور 5 ثواني، يعني هعوض عن التايم بكام؟ ب5. اجي عوضت عن التايم ب5، طلعت السرعة الانجلر فيلوسيتي بالراديان على الثانية، بس هو كان طالبها بالريفوليوشن بير مينيت، فحضرة في 60/2 باي، كده حولتها لريفوليوشنز بير ايه؟ مينيت. ما تنساش ان الريفوليوشن اللفة الكاملة بتعمل 2 باي، وطبعا المينيت اللي هي تعتبر 60 ايه؟ ثانية. لما بتحول من ار بي ام لراديان بير سكند بتضرب في 2 باي على 60، اما لما بتحول من راديان بير سكند لار بي ام بتضرب في 60/2 باي عكسها. طيب شوف بقى المطلوب ده مهم قوي، عايز الافريج انجلر فيلوسيتي، الافريج انجلر فيلوسيتي في المرحله الزمنيه ما بين تايم بست ثواني وتايم ب10 ثواني، يعني عايز الافريج انجلر فيلوسيتي السرعه الدورانيه المتوسطه في الفتره الزمنيه اللي ما بين 6 ثواني و10 ثواني. ما تنساش ده مهم جدا جدا، ازاي بجيب الاوميجا افريج؟ اوميجا افريج بتساوي الانجل ترافلد على التايم اوف ترافلينج، يعني الزاوية اللي لفها البادي على الزمن زمن الدوران، بتساوي ثيتا 2 ماينس ثيتا 1 على تي 2 ماينس تي 1. ازاي اجيب ثيتا 2؟ ثيتا 2 دي الانجل اللي عملها من البداية لعشر ثواني، يعني ثيتا 2 دي الانجل اللي لفها الويل من تايم بيساوي 0 لغاية تايم بيساوي 10 ثواني، اللي هو التايم ده اقدر هنا اعوض بال10 ثواني، طلعت الانجل طلعت 1274 راديان، يعني من الاول خالص لغاية لما مر 10 ثواني قطعت انجل 1274 راديان. طب وثيتا 1؟ ثيتا 1 دي الانجل اللي عملتها من البداية من تايم بيساوي 0 الى ان اصبح التايم ب6 ثواني. هجيبها ازاي؟ عوض في الرول بتاع الثيتا عن التايم بست ثواني يطلع 382 راديان، يبقى الانجل اللي عملتها من الاول لغاية 10 ثواني هي الانجل دي، والانجل اللي عملتها من الاول لغاية 6 ثواني هي الانجل دي. الفرق ما بين التو انجلز يطلع هي الانجل اللي لفتها في الفترة الزمنية من 6 ثواني ل10 ثواني. تمام. انا يمكن كنت قلت في المحاضرة على مثال يفهمك الاوميجا افريج، اوميجا افريج اللي هي السرعة الدورانية المتوسطة، السرعة الدورانية المتوسطة اقدر افهمها لو فهمت السرعة الخطية المتوسطة. يعني مثلا انت عندك عربية طلعت من اسكندرية رايحة القاهرة، عايز يجيب سرعتها المتوسطة
في الفترة ما بين مرورها على دمنهور وطنطا. هي طالعة من اسكندرية لفين؟ للقاهرة. هو عايز يجيب سرعتها المتوسطة خلال الفترة الزمنية اللي مشيت فيها من دمنهور لطنطا. تعمل ايه؟ اول حاجة تسأل المسافة من اسكندرية لطنطا 150 كيلو، المسافة من اسكندرية لدمنهور 100 كيلو، يبقى من اسكندرية لدمنهور 100 كيلو، من اسكندرية لطنطا 150، يبقى من دمنهور لطنطا كم كيلو؟ 50 كيلو. قلت من اسكندرية لطنطا 150 كيلو، من اسكندرية لدمنهور 100 كيلو، يبقى من دمنهور لطنطا 50 كيلو، يبقى المسافة اللي اتقطعت من دمنهور لطنطا 50 كيلو. طيب من اسكندرية لطنطا أخدها في ساعتين، من اسكندرية لدمنهور أخدها في ساعة ونص، يبقى من دمنهور لطنطا أخدها في قد إيه؟ نص ساعة، اللي هي تي 2 ماينس تي 1. لو قسمت الخمسين كيلو على النص ساعة يطلع 100 كيلو متر في الساعة. دي السرعة المتوسطة اللي مشيت بيها العربية من دمنهور لطنطا. تمام؟ يبقى سيتا 2 ماينس سيتا 1 على تي 2 ماينس تي 1، لأن دي حركة دورانية. المهم قسمت ده على ده طلع الأوميجا أفريج. آخر حاجة عايزها في البروبلم التايم ريكوايرد علشان الألفا توصل 24. دي سهلة قوي، أنا قبل كده جبت ألفا بتساوي 6 في التايم. علشان الألفا توصل 24 أساوي 6 تي ب24، يطلع التايم اللي هو 4 ثواني. ده الزمن اللازم علشان الألفا توصل إلى 24 راديان بير سكند سكوير. كده خلصنا البروبلم. هنيجي بقى نتكلم دلوقتي على المومنت اوف انرشيا. المومنت اوف انرشيا اي اللي انا قلت لك عليه ايه في المحاضره اللي فاتت. اول حاجه قلت لك ان المومنت اوف انرشيا هو مثيل الماس في الحركة الدورانية. يعني أي رول في اللينير موشن، أي رول في الحركة الخطية، شيل الماس وحط بدلها I، يبقى أنت كده قلبت الرول لحركة دورانية angular motion. يبقى الام هي مثلها الاي، زي الفي في اللينير موشن مثلها ايه في الانجلر موشن؟ الاوميجا. زي الاس المسافة في الحركة الخطية يقابلها ثيتا في الحركة الدورانية، مش بقول يساويها، يقابلها equivalent ليها. برضو الماس في الحركة الخطية يقابلها الاي في الحركة الدورانية. طيب دي اول حاجة. طب نفهم المومنت اوف انيرشيا ازاي؟ المومنت اوف انيرشيا مقداره بيدي لك فكرة عن قابلية الجسم للدوران. يعني كل ما كان الجسم المومنت اوف انيرشيا بتاعه عالي قابليته للدوران صعبة قليلة، يعني صعب تدويره. وكل ما كان الجسم المومنت اوف انيرشيا بتاعه قليل يبقى ده سهل تدويره. سهل تدويره يعني قابل للدوران بسهولة. والمومنت اوف انيرشيا برضو تقدر تقول ان الجسم اللي ليه مومنت اوف انيرشيا عالي وكان الجسم ده في حالة دوران صعب ايقافه. اما لو كان البادي ليه مومنت اوف انيرشيا قليل وكان البادي ده اوريدي بيدور فده سهل ايقافه. يعني الجسم اللي ليه اي كبيرة صعب ايقافه، يعني
حركته الدورانية صعب إيقافها، تمام؟ أما لو كان المومنت أوف إنيرشيا قليل فده سهل جدا إنك توقفه لو كان بيدور، يعني ما بيحتفظ بحركته الدورانية، احتفاظه بحركته الدورانية قليل، يقف بعد إيه؟ مدة صغيرة. لكن اللي الأي بتاعته عالية يقف بعد مدة كبيرة، يعني بيحتفظ لمدة كبيرة بحركته أو بطاقة حركته الدورانية. طيب أما لو اتكلمت على المومنت اوف انيرشيا من وجهة نظر الماثيماتكس، أحسبها إزاي؟ أطلع مقدارها إزاي لأي بادي؟ فاللي قدامك أهو ده اللي المفروض نفهمه. المومنت اوف انيرشيا لو كان بارتكل غير لما يكون بادي. لو كان عندك بارتكل بيلف بيدور، علشان تجيب له المومنت اوف انيرشيا سهل جدا، اي للبارتكل بتساوي ام في ار سكويرد، بحيث الام هي ماس البارتكل والار هي المسافه ما بين البارتكل والاكسس اللي بيلف حواليه الجسيم ده. يبقى لاي جسيم لاي بارتكل المومنت اوف انيرشيا يساوي ماس البارتكل في المسافه بينه وبين محور الدوران، بس المسافه دي لازم اعمل لها ايه؟ سكويرينج. ام في ار سكويرد ده لا يستخدم الا لبارتكل. بينما لو كان عندي بادي، البادي ده بقسمه لبارتكلز صغيره واجمع الام في الار سكويرد لكل البارتكلز، اقدر اجيب المومنت اوف انيرشيا للبادي كله. التجميع ده لازم يتم لكل البارتكلز اللي اساسا بتكون الايه؟ البادي. يمكن في المحاضره اللي فاتت كنت حليت لكم بروبلم، وفي البروبلم دي كان عندي ديسك وكتبت ان المومنت اوف انيرشيا للديسك هاف ام ار سكويرد، وفي طالب بعت لي بيسال ليه ما حطيتش الاي بتساوي ام ار سكويرد، لان الام ار سكويرد ده بيستخدم فقط لما يكون عندي بارتكل جسيم، وطبعا الديسك ما يعتبرش بارتكل. وان شاء الله بعد 10 دقايق هنثبت لكم ان المومنت اوف انيرشيا لديسك هاف ام ار سكويرد، تمام؟ وطبعا الديسك ده يعتبر ايه؟ بادي، مش ايه؟ مش بارتكل. طيب تعال نبدا بالمومنت اوف انيرشيا لجسم ساهل رد about axis حوالين محور، والمحور ده بيربنديكولار على الرد وبيمر بسنتر الرد. يعني انا رسم لك هنا الرد، والرد ده عايز اجيب له المومنت اوف انيرشيا لما يلف حوالين الاكسس ده، حوالين المحور ده، محور بيمر بمركز الرد وعمودي على الرد، بيربنديكولار على الرد وبيمر بالسنتر للرد، تمام؟ طبعا الرد الكروس سكشن اريا بتاعته صغيره قوي، يعني الرد ليه لينكس والكروس سكشن اريا بتاعته فيري فيري سمول، كان بي نيجلكتد، يعني ليه ال ملوش ار. لو كانت الكروس سكشن بتاعته كبيره كنت سميته سلندر، لكن الرد هو سلندر رفيعه قوي، الراديوس بتاعها فيري 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 ايه؟ سمول. انا عايز اجيب المومنت اوف انيرشيا حوالين الاكسس ايه ده، تمام؟ اول حاجه هعملها ان انا هقسم الرد ده لبارتكلز لاليمنتس، وطبعا كل اليمنت صغير قوي 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 علشان اقدر اعتبره فعلا بارتكل. فانا هنا على الرسم مبين لك اليمنت واحد، الاليمنت ده او البارتكل ده طوله دي اكس، بيبعد عن الاكسس مسافة اكس. طبعا مش عايز اقول لك بقى البارتكل ده فيري فيري سمول، فلو انا قسمت الرد الى بارتكلز لو سألتك على عددهم هتقول لي ان عدد البارتكلز اللي بتكون الرد يكاد يكون
ما لا نهاية، عدد كبير جدا جدا من البارتيكلز اللي هي بتكون الايه الرد. طبعا انا ما رسمتش الا بارتيكل واحد، إليمنت واحد، طوله قد ايه؟ دي اكس. بيبعد قد ايه عن الاكسس اوف روتيشن، عن محور الدوران؟ مسافه اكس. وعلى فكره هسالك، لو انا اخدت الاليمنت اللي هنا اكس بتاعته بكام؟ سالب ال على 2. طب لو انا اخدت الاليمنت اللي هنا، الاليمنت اللي هنا يبعد قد ايه عن محور الدوران؟ ما يبعدش حاجه، ده على محور الدوران، يعني اكس بتاعته بزيرو. طب لو اخدت الاليمنت اللي هنا يبعد قد ايه عن محور الدوران؟ ال على 2، يعني اكس بتاعته بال على 2. يبقى انا عندي الرد مكون من بارتيكلز، كل بارتيكل بيبعد عن محور الدوران مسافة x، و x دي متغيرة. لو كان البارتيكل على الشمال x بتاعته بالسالب، لو كان البارتيكل على اليمين x بتاعته بالموجب، يعني x متغيرة من بارتيكل لآخر. بس أنا هنا رسمت بارتيكل واحد اللي هو على اليمين يبعد مسافة x، وطبعا أنا قلت لك دلوقتي إن ال x متغيرة مش ثابتة، متغيرة من بارتكل لآخر. طيب الإليمنت اللي طوله دي إكس، الماس بتاعته very very small، زي طوله بالظبط، فالماس بتاعت البارتكل ده دي إم، وطوله هو دي إكس. يا هل ترى هل أقدر أطبق الرول ده على البارتكل ده؟ آه، بس بدل ما هكتب اي هكتب جي اي، لان الجي اي ده المومنت اوف انيرشيا للبارتكل، للاليمنت الصغير، والاي سايبها للمومنت اوف انيرشيا للبادي كله، للرد كله. طيب في الرول ده انا بضرب الماس في الديستانس سكويرد، طب ما هنا البارتكل الماس بتاعته دي ام، بيبعد عن المحور الدوران مسافة x، يبقى جي ام في x سكويرد، يبقى ده الرول بتاع المومنت اوف انيرشيا للبارتيكل. اما لو عايز اي المومنت اوف انيرشيا للرد، يعني لكل البارتيكلز، لكل الاليمنتس، ما هي كل الاليمنتس تعمل الرد، يبقى اعمل انتجريشن للجي ام اكس سكويرد. مش هقول لك مش هعمل سميشن. ليه ما ينفعش اعمل سميشن؟ لأن عدد البارتيكلز اللي بتكون الرد يكاد يكون ما لا نهاية، فمش هقعد أعمل تجميع لعدد لا نهائي من البارتيكلز، ساعتها السميشن يبقى هو الانتجريشن. يعني تقدر بقى تقول إن الانتجريشن ما هو إلا تجميع، بس التجميع لحاجات عددها يكاد يكون ما لا نهاية، عدد كبير جدا جدا لا يحصى. التجميع ده لعدد محدود، لكن الانتجريشن ده تجميع برضه بس لعدد غير محدود من الاليمنتس. طيب المشكله اللي هتقابلني ان انا عندي هنا تو فاريبلز، وانا ما اقدرش اعمل انتجريشن في تو فاريبلز. طبعا انا جي ام عمرها ما تطلع بره الانتجريشن ده، انا بكامل بالنسبه لها، واثبتت لك ان الاكس متغيره حسب مكان الاليمنت. يعني فعلا عندي هنا في التكامل في عندي تو variables متغيرين، ما اقدرش ساعتها اعمل الانتجريشن، لازم يكون متغير واحد. فانا حاجي اعمل هنا نسبة وتناسب، m هي ماس الرد تتناسب مع طول الرد اللي هو l، بينما gm هي ماس الاليمنت تتناسب مع طول الاليمنت اللي هو دي اكس. يعني ماس الرد على طوله يدي نفس النسبة بتاعت ماس الاليمنت على طول الاليمنت، الماس على اللينكس بيساوي الماس على اللينكس، يعني نسبة وتناسب ما بين الماس واللينكس. جت منين النسبة والتناسب دي؟ لو انا رجعت
للرد، وقلت لك ان الكروس سكشن اريا للرد صغيره قوي، يعني من السايد فيو تلاقي ان الرد يبان على شكل سيركل. في عندي هنا سيركل، ده الكروس سكشن اريا، مقطع الرد. اي نعم اريا صغيره قوي، انا هسميها ايه؟ كابيتال ايه، ده الكروس سكشن اريا للرد. بس السؤال، الكابيتال ايه دي هل هي الكروس سكشن اريا للرد ولا للاليمنت؟ طبعا الاجابه هي الكروس سكشن اريا للرد او للاليمنت. ما زي لما يكون عندك كده عصايه قطعتها حتت، مساحه المقطع هي ثابته، فانت لو جيت على النسبه والتناسب دي، ضربت هنا في الاريا وضربت هنا في الاريا، المفروض النسبة والتناسب ما يتغيروش، لأن الاريا هنا هي الاريا هنا، وساعتها يبقى في نسبة وتناسب ما بين ايه؟ ماس الرد وفوليوم الرد، وماس الاليمنت وفوليوم الاليمنت. ما هو الطول في مساحة القاعدة، مساحة القاعدة في الارتفاع ده يدي الفوليوم، وماس الرد على فوليوم الرد يدي دنستي مادة الرد، كثافة مادة الرد، وماس الإيليمنت على فوليوم الإيليمنت يدي كثافة مادة الإيليمنت. وطالما الإيليمنت والرد من نفس الماتيريال، الإيليمنت جزء من الرد يعني نفس الماتيريال، يبقى الكثافة ثابتة، يبقى M على L في A تساوي GM على GX في A، تروح الـ A مع الـ A، يبقى النسبة ما بين الماس واللينكس. المهم الكلام ده مش مطلوب منكم، ان المهم مطلوب منك بس ان في نسبه وتناسب بين الماس واللينكس. على هذا الاساس تبقى الجي ام بتساوي ام في جي اكس على ال بطريقه المقص. لما اعوض عن الجي ام اضربها في اكس تربيع، يبقى هو ده شكل الانتجريشن. كل اللعبه دي كنت بعملها ليه؟ علشان يبقى عندي متغير واحد مش متغيرين، ساعتها اقدر اعمل الانتجريشن. الام على ال ده ثابت، طلعته بره، انتجريشن اكس سكوير دي اكس ده اللي اتبقى. والانتجريشن هنا التجميع لازم يتم من اول اليمنت لاخر اليمنت. وانا قلت اول اليمنت اكس بتاعته ماينس ال على 2، لاخر اليمنت اكس بتاعته بال على 2، علشان كده هعمل الانتجريشن من ماينس ال على 2 لبلس ال على 2. تمام. ممكن اعمل حاجه تانية، اعمل الانتجريشن من 0 ل ال على 2. بس انا لو اشتغلت من 0 ل ال على 2 يبقى انا اشتغلت على نص الرد، مش مشكله اشتغل على نص الرد واضرب في 2، يبقى انا هعمل الانتجريشن من 0 ل ال على 2 لنص الرد للإليمنتس اللي بتكون نص الرد، واللي يطلع هضربه في 2، يبقى انا كده جبت الرد ايه كله. هعمل الانتجريشن، وطبعا انتوا عارفين الانتجريشن اكس سكوير بيساوي اكس كيوب على 3، بزود الباور 1 واقسم على الباور الجديد، اعوض بالليمتس، يطلع الاي بيساوي ام ال سكوير على 12. ده المومنت اوف انيرشيا للرد. تمام. يبقى اللي انا جبته ده هو المومنت اوف انيرشيا للرد. بس ما تنساش ده حوالين اكسس، بيمر بالسنتر وبيربنديكولار على الرد، طلع المومنت اوف انيرشيا ام ال سكويرد على 12. تمام. طب يا هل ترى لو انا حبيت اجيب المومنت اوف انيرشيا برضه لنفس الرد بس حوالين اكسس، برضه بيربنديكولار على الرد بس بيمر بالايدج، يعني بيمر بالطرف، يعني ما غيرتش الجسم لكن غيرت الاكسس، نفس الخطوات اللي عملتها همشي عليها. يعني برضو هاخد الرد اقسمه الى elements. تمام. وطول الاليمنت جي اكس، وماس الاليمنت جي ام، والاليمنت بيبعد عن الاكسس مسافه اكس، هو وبرضو هعوض عن الجي ام باللعبة بتاعت النسبة والتناسب، هي وحسبت ان جي ام ام على ال في جي اكس،
وهعوض عنها بام على ال في دي اكس. اللي هيتغير فقط حدود الانتجريشن. ليه؟ لان اول element هنا بيمر بالاكسس، يعني اكس بتاعته بزيرو، واخر element هنا عند الايدج اكس بتاعته بال كلها، يبقى الانتجريشن هيبقى من زيرو لال. هنا مفيش تماثل، يعني ما اقدرش اعمل اللعبة اللي عملتها هنا، ان انا اكامل عن نص واضرب في اتنين. هنا كان في تماثل، لكن في الحالة دي مفيش سيمتري، مفيش تماثل حوالين محور الدوران. فهعمل انتجريشن من زيرو لل، هيطلع ام ال سكويرد على 3. خد بالك، يبقى لو اتسألت ما هو المومنت اوف انيرشيا للرد، ما تجاوبش، لازم تسأل حوالين اي اكسس. لو الاكسس اللي بيمر بالايدج يبقى ام ال سكويرد على 3، لو الاكسس اللي بيمر بالسنتر يبقى ام ال سكويرد على 12، يبقى حسب الاكسس اللي بيلف حواليه الرد. تمام. طيب نيجي للجسم الثاني، وده هتلاقيه اسهل بكتير من الجسم الاولاني. الجسم الثاني عباره عن رينج، والرينج دلوقتي انا رسمها لك اهي، حلقه الراديوس بتاعها ار، وعلى فكره الار ده الانترنال راديوس او الاكسترنال راديوس، لان الحلقه لازم يكون سمكها صغير قوي. لو سمك الحلقه زاد اصبحت قرص مجوف، هولو ديسك، لكن طالما سمك الحلقه رفيع يبقى دي تتسمى حلقه، زي السي جي بتاع الكمبيوتر. السي جي بتاع الكمبيوتر ده يتسمى هولو ديسك، بينما الاستك الاصفر، عارفين الاستك الاصفر اللي بيتربط بيه اللوح، ده رفيع، فده يتسمى رينج، حلقه. المهم الكروس اللي انا عاملها لك دي، ده محور الدوران، عمودي على الورقه داخل لجوه، يعني محور الدوران هنا مش باين لانه عمودي على الورقه وداخل لجوه. عمودي على الورقه يعني عمودي على مستوى الايه، الحلقه. هقسم الحلقه الاليمنتس، والاليمنت الماس بتاعته جي ام، وهقول ان المومنت اوف انرشيا للاليمنت للبارتكل، ماس البارتكل جي ام، في المسافه بينه وبين محور الدوران ار سكوير. لو عايز المومنت اوف انرشيا للحلقه كلها بجميع الاليمنتس هعمل انتجريشن، بس لحسن الحظ هنا في الانتجريشن ده ار ثابته، لان كل اليمنت من الرينج، كل اليمنت من الرينج بيبعد عن المحور نفس المسافه ار، يعني ار ثابته لكل الاليمنتس. عشان كده طلعت الار سكويرد بره، وهنا مش هيتبقى الا انتجريشن جي ام، وانتجريشن جي ام لا محتاج ماثيماتكس ولا محتاج فروم 2 ولا محتاج قواعد للتكامل. انتجريشن جي ام تجميع الماسز للبارتيكلز تدي الماس للرينج. فطلع عندي الرول ام في ار كابيتال سكويرد، ده المومنت اوف انيرشيا لمين؟ للرينج. بس ما تنساش انك تقول حوالين الاكسس اللي عمودي على مستوى الرينج وبيمر بمركز الرينج. تمام. طيب الجزء اللي جاي ده مش مطلوب منك، مش عليك، وانا بأكد المومنت اوف انيرشيا للديسك مش مطلوب منك. المطلوب منك فقط الرد والرينج، باقي الأجسام سواء الديسك أو السلندر أو السفير أو الريكتانجل، يعني ورقة على شكل ريكتانجل، كل الأجسام دي لازم بيديلك في البروبلم
المومنت اوف انيرشيا بتاعها جيفن، مش مطلوب استنتاجه ولا حفظه، اللي مطلوب فقط زي ما قلت الرد والرينج. لكن الديسك والسفير والسلندر والريكتانجل اللي هو زي الورقة كده يعني، كل دول كل الأجسام دي لازم يديلك المومنت اوف انيرشيا بتاعها، مش مطلوب منك لا الاستنتاج ولا حفظ الرول النهائي. بس انا حبيت اديلك هنا المومنت اوف انيرشيا للديسك لمجرد المعرفة مش اكتر، تمام؟ فعلشان كده هقوله بسرعة شوية. المومنت اوف انيرشيا لديسك، طبعا انا عندي هنا ديسك سوليد ديسك يعني مش مجوف، قرص عادي، برضو رسمه في مستوى الورقة، والكروس ده اللي هو معناه ان محور الدوران عمودي على الديسك، عمودي على الديسك وبيمر بمركزه، يعني الديسك في مستوى الورقة والمحور عمودي عليه وبيمر بمركزه. هيقول لك الاليمنتس هنا عبارة عن رينجز، حلقات، وانا راسم حلقة هنا هو ده الاليمنت، الاليمنت على شكل رينج. الرينج دي رسمها لك هنا لوحدها، الريديس بتاعها ار سمول والسكنس بتاعها دي ار، ولازم زي ما قلت الثيكنس السمك يبقى صغير جدا 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 علشان اقدر اسمي دي حلقة رينج، تمام؟ يبقى انا واخد الاليمنت على شكل حلقة نصف قطرها الريديس بتاعها ار والثيكنس بتاعها دي ار، وطبعا الديسك بيتكون من مجموعة حلقات الريديس بتاعها يتراوح ما بين 0 لغاية ار كابيتال، يعني الديسك ما هو إلا مجموعة حلقات يتراوح الريديس بتاعها زي ما قلت من 0 ل R كابيتال. الإليمنت ده اللي هو على شكل رينج هعتبر إن الماس بتاعته GM، والإريا بتاعت الإليمنت دي الحتة الوحيدة اللي صعبة في الاستنتاج. أنا قلت الإليمنت على شكل رينج حلقة، عايز اجيب مساحة الرينج دي، هي اي نعم مساحة صغيرة اوي 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 بس ليه مساحة. هفترض ان الحلقة جيت قطعتها من هنا واخدتها فردتها تبان بالشكل ده، لما اقطعها وافردها طولها المحيط السيركونفرنس 2 باي ار، وعرضها هو السكنس اللي هو دي ار، وطبعا لو انا قطعتها وفردتها تبان تقريبا على شكل ريكتانجل مستطيل، مساحته الطول في العرض 2 باي ار في دي ار. عشان كده بقول ان الاليمنت الماس بتاعته دي ام والاريا بتاعته 2 باي ار دي ار. ايه الرول اللي هبدأ بيه؟ دي اي تساوي دي ام ار سكويرد. جه منين الرول ده؟ لان انا قلت اي حلقة المومنت اوف انيرشيا للحلقة الماس في الريجيس سكويرد، ده رول يطبق لاي حلقة لاي رينج. فانا طالما عندي هنا الاليمنت على شكل رينج فالمومنت اوف انيرشيا بتاعه الماس بتاعت الرينج في ريجيس الرينج اللي انا مسميه ار اي سكويرد. لو عايز اجيب المومنت اوف انيرشيا للديسك كله هجمع دي ام ار سكويرد، هكامل دي ام ار سكويرد من اول رينج ار بزيرو لاكبر رينج اللي هي عند الطرف هنا اللي هي ار بتساوي ار كابيتال. هتقابلني مشكلة ان انا عندي برضو هنا تو فاريبلز، لان الار بتتغير حسب الرينج، الديسك مجموعة من الرينجز، الار بتتغير من 0 لار كابيتال، يعني الار سمول متغيره. لما كنت بشتغل على الرد، الرد يعتبر وان دايمنشن،
فعملت نسبة وتناسب ما بين الماس واللينكس، بينما الديسك 2 dimensions مساحة، فهعمل نسبة وتناسب بين الماس والاريا. فالام كابيتال هي ماس الديسك كله اللي الاريا بتاعته باي ار كابيتال سكويرد، بينما الدي ام هي ماس الرينج الاليمنت اللي الاريا بتاعتها اثبتنا انها 2 باي ار في دي ار. وعلى هذا الاساس جبت الدي ام بطريقه المقص ام 2 باي ار دي ار على باي ار سكويرد، هتروح الباي مع الباي. لما هعوض عن الدي ام اصبح عندي فاريبل واحد اللي هو ار، الاتنين ام والار كابيتال طلعتهم بره كثابت ار كيوبد دي ار. هكمل زي ما قلت من زيرو الار كابيتال، يطلع الاي في النهايه ام ار كابيتال سكويرد على 2. انا اللي يهمني ان ام ار سكويرد كابيتال على 2 ده المومنت اوف انيرشيا لديسك حوالين اكسس بيربنديكولار عليه وبيمر بالسنتر. يعني انا لو رسمت لك الديسك ايزومتريك كده فالاكسس يبقى هو ده. ثواني، الاكسس يبقى بيربنديكولار على الديسك وبيمر بسنتر الايه الديسك. ده لو رسمنا الديسك ايزومتريك يعني ايه كثري دايمنشنز. حتى ممكن اعمل له ارتفاع، بس ارتفاع صغير كده، طبعا الرسم تشوه، بس عشان ده يبين ان ده ديسك والاكسس عمودي على مستواه وبيمر بايه بمركزه. يطلع الاي بيساوي ام ار سكويرد على 2. طيب بعد ما خلصنا الرد والرينج والديسك كمثال للاجسام المختلفه، يا هل ترى بقى الاي المومنت اوف انيرشيا لاي جسم في الدنيا، ديسك سفير سلندر رود رينج، المومنت اوف انيرشيا لاي بادي في الدنيا يعتمد على ايه؟ اولا يعتمد على شكل البادي، يعتمد على ماس البادي، دايمنشنز البادي، والاكسس اوف روتيشن. يعتمد على الاربع حاجات دول. بدليل لو اتطلب منك انك تحسب المومنت اوف انيرشيا، اول سؤال هتساله البادي اللي عندي شكله ايه؟ رد عليك قال لك ان البادي اللي عندك مثلا شكله رد. طيب السؤال اللي بعد كده هتسأله، طب يا هل ترى ايه هو الاكسس اوف روتيشن، ايه هو محور الدوران للرد ده؟ هيقول لك عمودي وبيمر بالسنتر. من المعلومتين دول الشكل رد والاكسس عمودي بيمر بالسنتر، يبقى الرول اللي هستخدمه ام ال سكويرد على 12. السؤال الثالث، طب يا هل ترى الماس بكام؟ 2 كيلو جرام مثلا. طب يا هل ترى طول الرد قد ايه؟ 3 متر مثلا. يبقى ساعتها هتعوض في ام ال سكويرد على 12 بالام والال اللي عطاها لك. طب لو قال لك ان الشيب عباره عن ديسك، هتقول له طيب يبقى البادي عباره عن ديسك ومحور الدوران هو ايه؟ محور الدوران عمودي عليه وبيمر بمركزه، يبقى الرول اللي هستخدمه ام ار سكويرد. هتحتاج بعد كده الماس والراديوس، تقدر تجيب الايه الاي. تمام، بس انا زي ما قلت لك الاي هتبقى معطاه لاي بادي ما عدا لو كان رد او كان ايه رينج. دول بس اللي عليك انك تحفظ الرولز بتاعتهم. هنتكلم دلوقتي على نظريتين مهمين. النظريتين دول بقدر اجيب منهم المومنت اوف انيرشيا. اول ثيوري البارالل اكسس ثيوري، بيقول لك لو انا كان عندي هنا بادي، اي بادي، وعندي تو اكسس بارالل تو ايتش اذر،
يعني عندي اتنين اكسس متوازيين مع بعض، بس واحد منهم لازم يكون بيمر بسنتر البادي، السنتر اوف جرافيتي للبادي، والاكسس التاني بيمر باي بوينت. فالنظرية بتقول لك ان اي او يساوي اي جي بلس ام اتش سكويرد. اي او ده المومنت اوف انرشيا للبادي حوالين الاكسس اللي بيمر بالبوينت او، والاي جي هو المومنت اوف انرشيا برضه لنفس البادي حوالين الاكسس اللي بيمر بالبوينت جي اللي هي السنتر اوف جرافيتي للبادي. وعندك الام هنا هي ماس البادي كله، والاتش هي المسافة ما بين التو اكسس. بطبق الثيوري دي على اي بادي، يعني مفيش اي كونديشن، مفيش اي شرط على البادي، سيلندر، ديسك، رود، رينج، اي بادي، على شرط يكون عندي تو اكسس. التو اكسس بارلل، واحد منهم لازم يكون بيمر بالسنتر اوف جرافيتي، تمام. ممكن يكون التو اكسس بيربنديكولار على البادي، ممكن يكونوا في مستوى البادي، المهم ان يكون عندي تو اكسس بارلل، واحد منهم بيمر بالايه، بسنتر البادي. ده الشرط الوحيد لتطبيق الثيوري. طبعا مش معنى ان انا راسم تو اكسس للبادي يبقى البادي هيلف حوالين التو اكسس في نفس الوقت، طبعا استحالة، لكن ممكن البادي يعمل روتيشن حوالين الاكسس اللي بيمر بجي، وفي وقت تاني يكون بيعمل روتيشن حوالين الاكسس اللي بيمر بأو، تمام. النظرية التانية فيها تلاتة اكسس اكس وواي وزد، والتلاتة اكسس بيربنديكولار وانترسكت عند ذا سيم بوينت. يعني شرط النظرية التالتة ان يكون عندي تلاتة اكسس والتلاتة اكسس بيربنديكولار على بعض وملتقيين عند نقطة، مش لازم النقطة دي تبقى سنتر البادي، اي نقطة التقاء للتلاتة اكسس. اي حوالين زد للبادي بيساوي اي حوالين اكس بلس اي حوالين الاكسس اللي هو واي. اهم حاجة في الثيوري دي ان البادي ده ليه شرط، عكس الثيوري اللي فاتت. الثيوري اللي فاتت تطبق على اي بادي، بينما النظرية دي تطبق فقط على بادي، البادي ده عبارة عن سيرفس. يعني بالعربي كده بادي ليه فقط تو دايمنشنز، يعني بادي فلات، يعني بادي ملوش ارتفاع، ملوش هايت، زي الديسك، زي الريكتانجل، زي الرينج. التلاتة دول لو اتحطوا على الأرض ملهمش ارتفاع. الديسك ملوش ارتفاع، لو كان ليه ارتفاع بقى كان يبقى عبارة عن سيلندر. الريكتانجل ملوش ارتفاع، لو كان ليه ارتفاع كان يبقى متوازي مستطيلات، وهكذا. الرينج برضو ملوش ارتفاع، يعني بتطبق على سيرفيسز. بادي عبارة عن سيرفيس، والاكس والواي لازم يكونوا في مستوى السيرفيس ده، والزد عمودي على مستوى السيرفيس. اي اكس بلس اي واي يساوي اي زد. يبقى شرط النظرية دي الأهم هو أنها تطبق فقط على سيرفيس، بادي على شكل سيرفيس، ويكون الإكس والواي في مستوى السيرفيس ده، والزد ده متميز عنهم بيربنديكولار على السيرفيس، ويكونوا بيتقاطعوا في نقطة واحدة، أي نقطة، مش لازم تكون سنتر البادي. طيب علشان نفهم النظريتين دول وازاي نطبقهم، انا هنا رسمت ديسك، وزي ما رسمته لكم قبل كده وطلع شكله سيء، اهي الرسمه دي هي نفس الرسمه دي، بس دي طبعا شكلها ايه، منضبط اكتر.
عندي هنا ديسك وعامل له ارتفاع صغير قوي 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 نيجلكتد عشان يبقى فعلا اسمه ديسك. عندي هنا الاكسس زد ده بيربنديكولار على مستوى الديسك وبيمر بالسنتر بتاعه اكس واي، دول بيربنديكولار وفي مستوى الديسك. على فكرة اقدر اعتبر ان اكس واي يعتبروا راديوي في الديسك، طالما اكس واي طالعين من السنتر وفي مستوى الديسك يعني اكس واي دول يعتبروا انصاف اقطار. وعلى فكرة نصف القطر لو انا مديته يبقى اسمه دايمتر قطر، يعني اكس واي دول يعتبروا اتنين دايمترز بيربنديكولار على بعض في مستوى الديسك. الزد بيربنديكولار على مستوى الديسك، اتش هنا بيربنديكولار على مستوى الديسك، واضح انه بارلل لزد هو تانجنت بس بيربنديكولار على مستوى الديسك. الكي ده برضو يعتبر تانجنت لكنه في مستوى الديسك وهو واضح من الشكل انه بارلل لواي. يعني انا راسم للديسك خمسة اكسس، يا هل ترى من الخمس اكسس دول انا اعرف المومنت اوف انيرشيا حوالين اي اكسس منهم زد؟ علشان انا قبل كده استنتجت زد، اي زد استنتجته وقلت لك يمكن الاستنتاج مش مطلوب منك، بس المهم ان انا استنتجته ام ار سكويرد على 2. طيب اقدر اقول ان اي زد بيساوي اي اكس بلس اي واي، كده اكون طبقت البيربنديكولار اكسس ثيوري، نظرية المحاور المتعامدة. التلاتة بيربنديكولار على بعض والجسم اللي بقى طبق عليه الثيوري سيرفس مش مجسم، لا هو سيلندر ولا هو سفير، دول ما ينفعش معاهم البيربنديكولار اكسس ثيوري. البيربنديكولار اكسس ثيوري تطبق فقط على اجسام مسطحه زي الديسك، والتلاتة ملتقين عند نفس البوينت. طيب بس اي اكس واي واي متماثلين، يعني عباره عن اتنين ديامتر والاتنين ديامتر متعامدين على بعض، ما اقدرش افرقهم عن بعض. يعني انا لو رسمت سيركل كده وجيت رسمت خط كده اقدر اعتبر ده اكس او واي، لو رسمت الخط العمودي عليه اكس او واي، مش هقدر افرق اكس عن واي لانهم الاتنين متماثلين مع بعض. طيب يبقى معنى كده ان اي اكس بيساوي اي واي، معنى كده ان اي زد بيساوي 2 اي اكس، يعني اي اكس بيساوي اي واي بيساوي ام ار سكويرد على 4. يعني بالعربي المومنت اوف انيرشيا حوالين الاكسس ده، المومنت اوف انيرشيا حوالين الاكسس ده ربع ام ار سكويرد ربع، وحوالين الاكسس ده برضه ربع ام ار سكويرد. لو جمعت 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 ربع زائد ربع يدي المجموع اي زد اللي هو نص ام ار سكويرد. لو حبيت اجيب الاي كي، اي كي بارلل للواي، يعني اي كي يساوي اي واي بلس ام ار سكويرد، لان الديستانس ما بين التو اكسس دول هي ار. يعني انا هنا طبقت نظرية المحاور المتوازية، هل انا طبقتها صح؟ اه، لان الكي والواي تو اكسس بارلل لبعض، الواي بيمر بسنتر البادي، يبقى النظرية كده مكتوبة صح واقدر اجيب ان الاي كي 5 على 4 ام ار سكويرد. طيب بعد كده عايز اي اتش، اي اتش هجيبها بارلل لزد، الاتنين بارلل اهم، واحد منهم بيمر بسنتر البادي اللي هو زد، يبقى اي اتش بيساوي اي زد بلس ام ار سكويرد، لان برضو المسافه ما بين التو اكسس هي ار. وانا قايل في البارلل اكسس ثيوري
تعريف ال h اللي موجودة في الرول هي المسافة ما بين التو اكسس، فأنا عندي هنا z و h المسافة بينهم r. خد بالك ما ينفعش النظرية تتكتب i z يساوي i h بلس، لا i h بتساوي i z بلس m r سكويرد، يعني لازم الاكسس اللي بيمر بالسنتر يكون على يمين المعادلة مش على شمالها، و i z اللي بيمر بسنتر البادي على يمين المعادلة، وفي المعادلة اللي فوقها i y واي ده اللي بيمر بسنتر البادي برضو على يمين المعادلة مش على شمالها. يعني انت لازم تطبق نظرية المحاور المتوازية صح، تمام؟ طيب جبت اي اتش طلع 3 على 2 ام ار سكويرد، كنت اقدر اجيب اي اتش بطريقة تانية بالمحاور المتعامدة، اي اتش يساوي اي اكس بلس اي كي، كي واكس واتش بيربنديكولار على بعض، اكس وكي في مستوى الديسك بينما الاتش بيربنديكولار على مستوى الديسك، والتلاتة اكسس بيلتقوا عند نفس البوينت، يبقى اقدر كنت اطبق نظرية المحاور المتعامدة اي اتش بيساوي اي اكس بلس اي كي. عندي الاي اكس ام ار سكويرد على 4، اي كي كنت جبتها 5 على 4، اجمعهم يطلع 3 على 2 نفس اللي انا طلعته هنا، يعني جبت اي اتش بطريقتين مختلفتين. مطلوب منك بقى انك تحل البروبلم دي مرة تانية لرينج مش ديسك، هساعدك فيها. لو ده كان رينج مش ديسك، اي زد للرينج بتساوي ايه؟ ام ار سكويرد. لو رجعنا للرينج ام ار سكويرد، ده المومنت اوف انيرشيا للرينج حوالين اكسس بيربنديكولار على الرينج وبيمر بسنتر الرينج، وانا عندي لو كان ده رينج فزد بيربنديكولار على مستوى الرينج وبيمر بالسنتر بتاعه، يعني البدايه هتكون مع اي زد بتساوي ام ار سكويرد مش على 2 ام ار سكويرد، ده لو كان رينج. هقدر اقول اي اكس بلس اي واي بيساوي اي زد، هقدر اقولها لان اكس وواي في الرينج متماثلين مع بعض، يعني هقدر اقول ان اي اكس بيساوي اي واي بيساوي نص الاي زد، يعني ام ار سكويرد على 2، تمام؟ واقدر اكمل البروبلم بنفس الطريقه، بس هي البدايه بدل اي زد بتساوي ام ار سكويرد على 2 للديسك للرينج هتساوي ام ار سكويرد فقط. نيجي بقى لبروبلم متكامله ممتازه. بيقول لك عندك هنا 2 ديسكس، والاثنين ديسك دول مربوطين مع بعض برد، رد بيربط اتنين ديسك ببعض، وعلى فكرة الاتنين ديسك ظاهرين بشكلهم الطبيعي سيركل، يعني الاتنين ديسك في مستوى الورقة، ديسك وديسك بيربطهم رد والاتنين في مستوى الورقة. عايز يجيب دلوقتي اكتر من مطلوب على اساس ان السيستم ده اللي هو اتنين ديسك بيربطهم رد هيلفوا حوالين الواي اكسس، ده الاكسس اوف ايه واي. بيقول لك الرد طوله 60 سنتي من هنا لهنا 60 سنتي، ماس الرد 200 جرام، ام سمول دي ماس الرد، بالنسبه للاتنين ديسك زي بعض ماس الديسك الواحد 80 جرام، ديامتر الديسك 32 يعني الريجس بتاعه 16 سنتي. على فكرة ايه المسافة من السنتر للسنتر؟ طول الرد 60، حط عليهم ريجس وريجس يعني 16 و16 32 يطلع 92 سنتي، ده المسافة من السنتر لمين؟ للسنتر. يعني طول الرد 60 تزود عليه R و R يطلع L بلس 2 R اللي هو 92 سنتي. المسافة من الأكسس Y
لسنتر الرد اللي على 2 بلس ار، يعني اللي هي تبقى نص الاتنين و90، يعني 46 سنتي. طيب المهم بيقول لك السيستم ده كله بدأ من ريست، بدأ الدوران من ريست وكمل 40 ريفوليوشن في 6 ثواني، يعني لف 40 لفة في 6 ثواني. أول حاجة وأنا حتى ما أعرفش إيه المطلوب في البروبلم، هجيب المومنت اوف انيرشيا للجروب ده كله حوالين الاكسس اللي هو واي، اللي هو الاكسس اوف روتيشن واي. هبدا بالرد الاول، انا اعرف ان المومنت اوف انيرشيا للرد ام ال سكويرد على 12، بس ده حوالين اكسس بيربنديكولار على الرد وبيمر بسنتر الرد، يعني ام ال سكويرد على 12 ده حوالين الاكسس ده. هل الاكسس ده هو المطلوب؟ لا، الاكسس المطلوب اللي هو واي. فهجيب ازاي اي حوالين واي للرد بالبارالل اكسس ثيوري، اي رد تساوي ام ال سكويرد على 12 ده اللي بيمر بالسنتر بلس ماس الرد في ايه الديستنس ما بين التو اكسس ال على 2 بلس ار، ودينا عملت لها سكويرد. اعوض بالارقام يطلع هو ده اي للرد، ده اي للرد بس حوالين اي اكسس واي. طيب بالنسبة للديسك رقم واحد، واي يعتبر ايه في الديسك رقم واحد؟ واي في مستوى الديسك وبيمر بمركزه، واي خط في مستوى الديسك وبيمر بمركزه ده يبقى ديامتر. واحنا طلعنا ان المومنت اوف انيرشيا للديسك حوالين الديامتر، بروبلم اللي فاتت الواي ده ديامتر واكس ده ديامتر، ام ار سكويرد على 4، يبقى الديسك رقم واحد المومنت اوف انيرشيا ليه حوالين واي ده يعتبر ام ار سكويرد على 4. لاحظ حاجه، انا راسم الديسك هنا كمنظور عشان كده ظهر بشكله الطبيعي سيركل. في الرسمه دي انا كنت راسم الديسك كايزومتريك 3 دايمنشنز علشان كده يمكن الشكل مختلف، يعني الديسك اللي في البروبلم دي كانك هنا باصص له من فوق فيبان ايه سيركل بالظبط. طيب بالنسبه للديسك التاني، انا اعرف ان الديسك التاني حوالين الاكسس ده اللي هو برضو ديامتر ام ار سكويرد على 4، ده حوالين الاكسس ده اللي هو يعتبر ديامتر في الديسك التاني، بس انا مش عايز الاكسس ده، انا عايز حوالين واي، فانقل بالمحاور متوازية والمسافة ما بين المحور ده المطلوب والمحور ده اللي هو ديامتر ال بلس 2 ار، يبقى ام ار سكويرد على 4 بلس ام في ال بلس 2 ار الكل سكويرد. كده اجمع التلاتة بوديز، كده جبت اي للجروب المومنت اوف انيرشيا للجروب ده حوالين اي اكسس اللي هو مين واي، تمام زي ما هو كان قايل، هو كان بيقول ان الدوران حوالين الاكسس واي. تاني حاجة عايز أجيب ألفا، هو عمل 40 ريفوليوشن 40 لفة كل لفة باتنين باي، يعني الأربعين ريفوليوشن دي عبارة عن الأنجل اللي لفها أو عدد اللفات، بس هي اللفة الواحدة الأنجل بتاعتها 2 باي، كده حولتها إلى ريديان. أوميجا نوت بزيرو لأن بدأ من ريست بلس هاف ألفا، عامل ال 40 لفه دول في 6 ثواني، عوضت بالتايم ب 6 قدرت اجيب الايه الالفا. واحد هيقول لي طب ما كمل الاول، هو مش لف 40 لفه في 6 ثواني؟ اقسم الانجل على التايم يديني الفيلوسيتي. غلط، انت بتقسم الانجل على التايم يديلك الفيلوسيتي،
زي ما بتقسم الديستنس على التايم يديلك الفيلوسيتي. الكلام ده لو كانت الفيلوسيتي ثابتة، السرعة الثابتة تساوي المسافة على الزمن، لكن هنا السرعة مش ثابتة، فما ينفعش تقسم الديستنس أو الأنجل على التايم يديلك الأنجلر فيلوسيتي. تمام؟ ما تنساش إن بدأ من ريست، يعني كان ثابت وبدأ يتحرك. إزاي كان ثابت وبدأ يتحرك وتقول لي سرعته ثابتة؟ يبقى كانت سرعته متغيرة، وعلشان كده قدرت أجيب الألفا الأكسلريشن. هو كان عايز التورك تاو، وتاو بيساوي أي في ألفا. عندي الأي جبته وعوض بالألفا أقدر أجيب تاو. لو طلب منك الكاينيتك انرجي بعد 2 ثانية، بعد ثانيتين من الدوران، طبعا الكاينيتك انرجي هاف اي اوميجا سكويرد اي، وحسبناها خلاص حوالين الاكسس واي والاوميجا. يبقى لازم اجيب الاوميجا بعد مرور ثانيتين من بداية الحركة. اوميجا بتساوي اوميجا نوت بلس الفا تي. عندي الالفا ثابتة جبتها، وعندي التايم ثانيتين اقدر اجيب الاوميجا. اعوض في رول اقدر اجيب الكاينيتيك انرجي، اقدر اجيب الكاينيتيك انرجي للسيستم ده بعد مرور ثانيتين من بدايه الموشن. فايند السنتربيتال اكسلريشن للسنتر بتاع الرد. عايز السنتربيتال اكسلريشن لسنتر الرد. ولو تفتكر في المحاضره اللي فاتت انا قلت لك لو طلب السنتربيتال اكسلريشن العجلة المركزية، الراديال اكسلريشن زي ساعات ما بنسميها، لازم يحدد لك امتى وفين. هو هنا حدد عايز يجيب السنتريبيتال اكسلريشن فين؟ للنقطة بتاعت سنتر الرد، يعني للنقطة دي. امتى؟ بعد مرور ثانيتين من بداية الدوران. الرول بتاع السنتريبيتال اكسلريشن اللي هو ده اوميجا سكويرد في ار. انا جبت اوميجا بعد ثانيتين في الجزء اللي فات. ار هي المسافه ما بين النقطه اللي بتكلم عليها ومحور الدوران. المسافه دي ال على 2 بلس ار، يبقى المسافه هنا ال على 2 بلس ار اللي هي 46 سنتي. اقدر اعوض واجيب السنتريبيتال ايه اكسلريشن. بكده نكون وصلنا لآخر المحاضرة، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة اللي جاية. بس طبعا محتاجة إنك تدرس المحاضرة دي واللي قبلها كويس قوي، لأن المحاضرة اللي جاية بإذن الله دي آخر محاضرة في الروتيشنال موشن. تمام؟ يبقى نتقابل إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية.